السلام عليكم، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايرين؟ كلشي على خير الحمد لله. اليوم غادي نقدم لكم ان شاء الله لينوي، ونقدم لكم واحد لاصوص بيكونت معهم كتباع غاليه، وانا غادي نحضرها معكم. دونك بقاو معايا باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. لينوي ديالنا كنحتاجوا الفلفل على الوان مقطعه شرائح، بصله واحده مقطعه شرائح، شويه ديال الكروفيت تقريبا واحد 200 غرام، واحد 250 غرام ديال الدجاج حتى هو مقطع شرائح، ولي شو حتى هو مقطع على شكل طولي، شويه ديال الثومه بودره، شويه ديال الملحه، وشويه ديال البزار. دونك ولي نوي ديالنا، هذوك لي نوي كنشريو ديال الخنيشات، كتلوحوا هذاك الخنيشه اللي فيها العطريه الداخل كتلوحوها، لان هذيك هي ماشي صحيه، وكتستعملوا غير لي نوي بوحدهم. دونك نمر وشويه زيت العود، نمروا طريقه التحضير. المقله ديالنا كنشعلوا على العافيه، كنديروا شويه الزيت، كنديروا البصله ديالنا، لي شو، الفلفله، دونك كنديروهم يتشحروا، باش نديرو فيها لي كروفيت. سمحوا لي على هذا الصوت ديال الفريتوز، دونك هي مجهده حيت عندنا هادو لي كروفيت عندنا كونجلي، ما خصهمش باش ما يصغاروش في الحجم ديالهم، دونك خليها العافيه مجهده باش كتشحر واحد شويه. بدات تدبل لينا الخضر ديالنا بحال هكا، كتزيدوا شرائح الدجاج، كتبقاو تقليو هادشي حتى كيتخلى مزيان حسب الذوق. يمكن لكم ديرو حتى الفلفله السودانيه، الملحه حتى هي على حسب الذوق. ما وجدتش ما ذكرتش لكم الصوص ديال السوجا، كديروا واحد جوج معالق كبار، شويه على لي كروفيت. هنا ملي كيغلى لينا الماء، راه درت الماء هنايا غلى، ملي كيغلى لينا الماء كنديرو فيه لي نوي ديالنا واحد 3 دقائق. دونك كنحتاجو واحد 100 غرام ديال السكر، واحد 100 مليلتر ديال الفينيغر ديال الروز، واحد 100 مليلتر ديال الماء، كنحتاجو 4 الفصوص ديال الثوم، 3 ديال الفلفلات الا عندكم ما مرقدينش، انا كنت مرقدهم في الزيت، يمكن لكم تستعملوهم، واحد معلقه ديال الكاتشب، هذه الا بغيتي ديروها الماء و تجدروها ما ديروهاش، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال مايزينا. دونك غنمرو طريقه التحضير. دونك كناخذوا الثومه ديالنا،
كناخذوا الماء ديالنا كنشعلوا على البوطه كناخذوا الفينيغ ديالنا سنيدة نديرو شوية ديال الملحة وبالنسبة للمايزينا كنرقدوها في شوية ديال الماء دونك كنخليوها حتى كتفاعل كناخدو الفلفلة ديالنا كنقطعوها كنحاول نخلطها مي كيبدا يدوب لينا السكر والملح كيبان لكم بدا كيدوب كنزيدوا هذه المعلقه ديال الكاتشب هذه فاكولتاتيف بغيتو تزيدوها هو هذاك ما بغيتوش ماشي مشكل غير باش بوغ لا كولور وكتزيدوا داك الماء ديال المايزينا باش كيتقال لكم الخليط وكتبداو تحركوا صافي كتخليوها حتى كتعقد شتيو لاصوص ديالنا ها هي بدات كتعقد وكتطلق لا كولور ديال الفلفله هاد لاصوص راه كدير شي 35 ولا 40 درهم راه غاليه شويه وفيها شي 100 مليلتر ديال لا 150 قريعه غير صغيره كترفقوها بلي سوشي كترفقوها بلي بلا جابوني اي حاجه لي نوي دونك انا حضرتها لكم ويمكن لكم تخليوها ثلاثه سيمانات في الثلاجه في قريعه ديال الزاج ستيريليزي دونك دابا غنطفيو عليها دونك ها لاصوص ديالنا وجدات كتخليوها حتى كتبرد ها هي كديروها في قريعه الدجاج كتخليوها حتى كتبرد وديروها في الثلاجه يمكن لكم تخليوها حتى 3 سيمين بالنسبه للي سوشي اللي درتهم داك النهار البنات سولوني على لي صوص اللي درت مع لي سوشي نسيت ما قدمتهمش سمحوا لي دونك هاد لاصوص ها هي هادي ثقيله وحلوه كتكون سكري ها هي ولاصوص الصوجا بنات بغيت ندير لكم واحد لا ديمونستراسيون ديال لا ماشين فريتوز لي بلازيت لي معلقه الزيت ماشي بلازيت دونك درت شويه البطاطا معلقه الزيت صافي كتخدموها دونك نتلاقاو نشوفو الشكل النهائي ديالنا لي نوغات ديالنا دونك ها لي فخيت ها لي نوغات هما طاب دونك البنات هذا هو الطبق النهائي ديالنا لي نوي دونك كنقدموه مع لاصوص بيكونت لي صوبنا دابا ولا صوص صوجا ولا صوص سكري مع شويه ديال لي فريت شويه ديال النوغات دونك كنتمنى يكون عجبكم سهل واقتصادي بالنسبه للبنات اللي غايشوفوني اول مره الناس اللي غايدخلوا عندي اول مره كنتمنى تنخرطوا معايا في القناه ديالي وتشجعوني بلي لايك وتشجعوني بلي بارطاج ديالكم مع العائله ديالكم والاصدقاء وبالنسبه للناس اللي منخرطين معايا ديجا ديما كنشكرهم ديما غنبقى نشكرهم شكرا لكم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم دونك على لا بروشين فيديو ان شاء الله